لاصوص واحد مشى ديس لها الكاتب عند الزهر كانت فوق الباب واش هادي ممارسات صحيحاش كيف ممارسات تصوروا كنلقاو كتصدر كتصدر مواقف باسم الكونفدراليه في الرباط حنا فرصناش كتلحق وقفات احتجاجية حنا ما خلصناش كنساندو شي حاجة هي لها علاقة بالكونفدرالية واش الكونفدرالية كدير مواقف تحت الطلب الكونفدرالية كنعرفو علاش كنديرو الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية علاش المضمين في المطلب ديالنا وخاصنا نجمعو الجهاز كامل وتصور كنلقاو بالصدفة لقيت في الانترنيت الاتحاد المحلي للكونفدرالية في الرباط يدعو إلى وقف احتجاجي لمساندة شي حاجة كذا 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 عند ارتباط بشي تنظيمات سياسية لها علاقة خصوم ديالنا هادشي شي حاجة خطيرة جدا كاين الناس اللي كتمشي كتقلب طلبات الاستفادة بالوقع ديال الفيلات باسم الكونفدرالية وكيمشي كيتفاوضوا هادشي ناس طلعوا الاخبار حتى من بعد التركيز راه ماشي هو التركيز خطر باغي واش نركز نحبس الاخوان ونزيد نوضح بركه